طبعا انا ايه قبل ما نخلص الدرس ده هنتكلم على كمية الدي ان ايه في انواع مختلفة من الخلايا الجسدية. فطبعا احنا عندنا الخلايا الجسدية في حقيقات النواة، حقيقات النواة اللي هي الخلايا اللي فيها نواة، وهناخدها بالتفصيل في الدرس الاخير. وجد بالقياس لكائن معين مثل الدجاج متساوية. الخلايا اللي موجودة في الفراخ مثلا هنلاقي الخلايا كلها متساوية من ناحية ايه لكائن معين، متساوية بالايه في الدي ان ايه، لكن كمية البروتين في نفس الخلايا غير متساوية. يعني اي خلايا في الدجاج مثلا كمثال، فهنلاقي كل خلايا الدجاج الدي ان ايه واحد في كل الخلايا ما عدا البروتين في كل الخلايا مش واحد. نمرة اتنين، ان كمية الدي ان ايه في الخلايا الجنسية الامشاج اللي هي البويضة او الحيوان المنوي تعادل نصف دي ان ايه في الخلايا الجسدية. اذا كانت جسدية 30 يعني قد 32، يبقى ده ايه، يبقى نص 32 اللي هو 16، فيبقى دي 16 بينما الجسدية 32، فهكذا. فوجد ان الدي ان ايه في الخلايا الجنسية الامشاج تعادل نصف كمية الدي ان ايه في الخلايا الجسدية لنفس الكائن الحي. وحيث ان الفرد الجديد ينشأ من اتحاد مشيج مذكر واللي هو نص الدي ان ايه مع مشيج مؤنث اللي هو برضو نص الدي ان ايه، لذلك يجب ان يحتوي كل مشيج على نصف كمية الدي ان ايه عشان تطلع الخلية الكاملة بعد كده بنفس ايه رقم الاب والام. فالمعلومات الوراثية الموجودة في الخلية الجسدية لازم تكون ايه واحدة ما بين الابناء والاباء، والا فان المادة الوراثية ستتضاعف في كل جيل، لو كان كده هتتضاعف في كل جيل، ولا ينطبق ذلك على البروتين، ما ينطبقش على البروتين. البروتينات يتم هدمها وبناءها وإعادة بناءها باستمرار داخل الخلايا، بينما الدي ان ايه يكون ثابت بشكل واضح في الخلية ولا يتحلل. في ضوء كل ما سبق نجد ان الدي ان ايه هو المادة الوراثية بينما البروتين لا يعمل كمادة وراثية.